يسعد لي مساكم، يسعد لي صباحكم، بأي وقت عم تتابعوني وحشتوني كتير كتير. انتو طمنوني عنكم، انا على حطة ايدكم. مكان ما تركتوني بعد الحفلة هون بلشت اشتغل واطب الاغراض يلي بعد الحفلة. حبيت شاركم كل التفاصيل مثل ما وعدتكم. طولت عليكم بالفيديوهات لانه كنت مرضاني هالفترة، واذا انتبهتوا من صوتي رح يبين معكم. هذا الفيديو رح يكون هو عبارة عن يومين، يوم اللي نظفت فيه بالليل واليوم الثاني رح يكون روتين تاني. حبيت احكي لكم هالشي عشان تفهموا الفيديو اكتر او الروتين اكتر. حابة هذا الفيديو نوصله ل10,000 لايك. بعرفكم انتو كفو قدا، بس مثل ما بتعرفوا في ناس هيك بخلة شوي، فخليوني يتكرموا علينا وحطوا لنا هاللايك. واذا لسه ما كنتم مشتركين كمان اشتركوا. قبل ما نبلش باي شيء اشتركوا وفعلوا زر الجرس عليكم عشان يصلكم فيديوهاتي. بعد ما راحوا ضيوفي وانبسطنا كتير وقضينا وقت كتير حلو، هون انا رحت عملت عشاء لإلي. كنت يعني ماني جوعانة كتير، فقمت عملت عشاء إلي والولاد وزوجي كانوا شبعانين، فانا سويت عشاء وتعشيت، شفتوا الصينية على الارض فعملت عشاء سريع. بعدين لميت هي المادة اللي حاطة على الطاولة، عن جد كتير ساعدت انه الطاولة ما تتوسخ، فعن جد كتير استفدت منها. بس هي شفتوا بعد ما تخلص الحفلة للكب لانه بتنشق وهيك يعني نوعيتها كتير سيئة. بعدين بلشت امسح الغرفة. اول شيء انا من اساسيات التنظيف دائما عندي لما بكون عندي عزيمة او اي حفلة، بشيل كل شيء، صحون وهالشغلات كلهم على المطبخ بلمون، وبلش انظف الغرفة تنظيف عميق كأنه عم ننظفها كأنه جاي العيد لهالدرجة. فبنظف كل شيء. صبايا هلا خلصت التكنيس ومسح العفش، بقيلي بس مسح الارض. فجبت مي سخنه والجل اللي حكيت لكم عنه بيعقم الارض 100% وما له ريحه. هي حلاوته يعني صراحه. حابه احكي موضوع كتير مهم. بالفيديو السابق كنت عم بقول انه قلعت زوجي، عم بمزح انا، ففي صبايا بعض الصبايا فكروا انه انا جديه او ما بعرف شلون فكروا انه ما عم بمزح. فسيقولوا لي انه معقول هي الكلمه ما حلوه وكذا، فحبيت اليوم اوضح لكم اياها، خصوصا في صبيه كتبت لي انه في كتير صبايا بيتعلموا منك ومو حلو يتعلموا منك هالشغله. فانا مستحيل يعني اعلم الناس كلام سيء، فصدمت لما شفت هالتعليقات. فعن جد انا بتشكر كل وحده كتبت لي تعليق بجنن، وكل التعليقات كلها حلوه، بتشكركم وحده وحده. هلا بلشت رجع كل شيء مكانه، رجع طاولة السفرة مكانه ورجع الكنباي مكانه. هلا في صبايا رح يشوفوني عم رجعهم بيقولوا لي بكره بصير معك ديسك. هدول العفش اللي جايبته انا كتير خفيف، يعني سحبه كتير سهل، حتى شيلته مو تقيل مثل ما انتم بتفكروا، لا كتير سهل، فما تخافوا منه. وخلصت والحمد لله عن جد شلت السجادة لانه الارض انكب عليها كتير كولا وهالشغلات، فالسجادة ظلت نظيفة وهيك رجع البيت مثل ما كان. كانت الحفلة هي ما يعني ما أنا فيها الوسخ وهالشي، بحفلة عيد ميلاد عمر كان الوسخ أكتر بكتير بكتير. فأنا كتير استفدت من كاسات البلاستيك، هي ما استخدمتها بحفلة عيد ميلاد شام. في شغلات كتيرة إنه هيك بس كب زبالة وخلص، مانك محتاجة إنه تشتغلي كتير أو تتعبي حالك. اول ما فتت على المطبخ قلت لا بدي روح عند امي، بدي روح عند اهلي. اول ما بتشوفوا هيك منظر بترتعبوا من المطبخ.
لا في منكم بفكر انه المطبخ كبير، عندي المطبخ مو كبير، نحن باسطنبول المطابخ كلها صغيرة، يعني بسوريا المطابخ عنا اكبر بكتير وبيعتنوا بالمطبخ كتير لانه نحن بنقضي وقت اكتر بالمطبخ، فالمطبخ مو لهالدرجة كبير. فعن جد بس حطيتي كتير شغلات هيك يعني بدهن جلي او صحون او كذا بتحسوه صار اي مقعد. في بعض الصبايا دائما بيسألوني كيف بتضلي محافظة على نظافة المطبخ مع انه لونه ابيض، مثل ما شفتوا بعد كل يعني جلية فطور غدا بمسحه بفوطة، بمسح كل الخزن مع كمان مع الغسالة والفرن مثل ما انكم شايفين. بعدين هون بعد ما خلصت كل شيء الحمد لله، حطيت الجليات تنشف على جنب، بلشت كنس، بس ما بعرف ليش قررت تعطيني بصمة هاي الحفلة. شفتوا انتوا الكريمة عملتها وحطيت صبغة حمراء، سجادة المطبخ كان فيها كريمة صبغة احمر، سجادة المامار، كل غرفة النوم حتى. فجبت هذا البخاخ اللي جايبته من ماركت الفليب، بخ عليه وبجيب فوطة فيها شوية مي وبفركه، يا اما بتكون حطوا مي سخنة شوي ونكم نقطة على السجادة وبشوف فركه، كتير ممتاز يعني فورا بيروح البقع، فبسرعة روحت الحمد لله. بس اذا انتظرتوا على البقع يوم يومين ثلاثة بتعلق اكتر وبتصير صعبة، فمشان هيك انا بشيلها فورا. واخيرا صار وقت الهدايا، بعد ما خلصت الشغل بالبيت حابب اشوف الهدايا وانا كثير متحمسه اشوفهم، بس قلت له خلص شغل قلت لهم بفتح لكم الهدايا، فراح نبلش بالهدايا. اول هديه هي من سيرتي، فراح نشوف شو هي. جايبت له لعمر بيجما كتير كتير حلو لونه، كتير عجبني اللون وحبيته صراحة. هي الهدية فتحتها لأنه سلفتي فتحتها قالت لي شوفي قياسه إذا مو ظابط عشان أبدل لك إياها، لا قلت لها قياسه ظابط يعني مشان هيك أنا شايفته قبل. رح نشوف شو في جواته، أنا هذا الشيء ماني شايفته، هذا طوق وسنارة لشام كتير حلوة، هي لإلك شامي. انت صبي مالك طوق مامي. الهديه الثانيه لبنت حماي رح فرجيكم اياها، شوفوا مع بعض. لازم عمر يفتح الهدايا صراحه، بس انا بعرف انه رح يصير عقله من هيك ورح يشقق. ايه الهديه الاولى لشام، جامي هذا هديه لك. ايه لسا، هاي الهدية الأولى لشام إلسا، كتير بتحب إلسا شام، هاي من عمي شامي من عمي ولا. وهي الهدية الثانية لعمر، شو بتتوقع عمر؟ هدي وحدة لي. واو سبايدر مان، عشقه لعمر سبايدر مان. شوفوا هذا سبايدر مان، معش اطفال خليهم يشوفوا رفقاتنا؟ كتير بيحب سبايدر مان، مشان هيك كان عيد الميلاد على سبايدر مان، وهي هدية من سبايدر مان. الهدية الثالثة من رشا، عن جد كل الهدايا ما شاء الله كثير حلوين. الهدية الأولى هي فتحتها لأنكم ما رشا قالت لي شو
شوفيها تسنيم اذا بيجامة صغيرة على عمر تعجب له غيره. كتير حلوة كمان البيجامة شفتها عجبتني كتير، لون اصفر كتير بلبق له لعمر، كتير حبيتها يعني صراحة وظابطة يعني قياس عليه. الهدية الثانية طلعوا ما فتحتها، شوفوا لسه ما فتحتها بس تقيلة كتير كتير، بس ما بعرف شو فيها. الهدية الثانية لإلي، الحمد لله حدا جاب لي هدية يا جماعة، ما بقى تطلع كله انضلع. هلا خلونا نشوفه بعد ما فتحته، بعد ما هلكت لما فتحت معك. كم مرة ماما؟ لا 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 لا، كم مرة يا ماما؟ الهدية كتير تعذبت لأفتحها بس عن جد بتستاهل يعني. خلينا نشوفها مع بعض. استنى مامي، استنى شوي، خلونا نشوفها مع بعض بعد عمر عشان ما تكسر لي اياهم. هدول هي غالي، ذكرى مامي، ذكرى هي. تع خلينا نحط هدول هون، نشوفها هون بعد لي. هذا غطا بيجي معهم، هدول صحون للجاتو، كتير حبيتهم، كتير لون حلو، ما عندي منه، حلو كتير. بيجي معهم طبق خاص للجاتو او يعني بيتي فور او عيد او رمضان بكره جاي مثلا، معمول ما معمول كتير حلو، بتسكروه هيك بتعفوه على جنب. هذا الصحون على جنب كتير حبيته، الله يرزقها يا رب، كتير عجبتني. الهدية الاخيرة من رفيقتي نسرين كلكم بتعرفوها، اول هدية هاي. جاي كله شغلة كتير بحبها العمول، عمر بحب كتير المعجونة وكتير بحب هيك شغلة. هي بتسوي اشكال من المعجونة كتير حلوة، على فكرة كنت بقرر اشتري له اياها بس عارفة ما تشجعت عليها لانه بتوسخ البيت، بعرف ما بعرف، هي اول تجربة لي فيها. الشغلة الثانية هاي انا كتير عندي، تعرفوا انتو طقم خشب كتير حبيتها لانه بصير مع طقم الخشب اربع قلوب كتير حلوة، بتحطها هون. هنا اخر هدية هاي، هي السيارة لعمر، معناتها المعجونة لشام لانه هي جايبة هديتين، واحدة لشام واحدة لعمر، كتير حلوة كمان. هي اول هدية لعمر هيك سيارات مع شاحنة، هي لإلك وهديك المعجونة لشام. عمر عشق السيارات والله، اجته شاحنة السيارات وراح يهلكنا فيهم، كتير حلوين كتير حبيت على فكرة. بجيكم شو جبنا هدايا انا وزوجي لعمر، جبت له سبايدر مان وجبت له السيارة كتير بحبها، جبتها من ترندير مشان هيك ما غلفتها ولا عملت لها شيء، بس حفتها بكيسها وهي بتجي هيك مغلفة خالصة مشان افتح له اياها وقت عيد الميلاد يعني مشان ما يشوفها. فهي سيارة عبارة عن ضيل وبتشتغل عن التحكم، كتير بحبها عمر، دائما بيقول لي بده منها. استنى مامي، استنى فرجي رفقاتي، كتير حلوة هي، هي كتير حلوة. بتشغلوها وبطلع لها ضوية وبتشتغل على التحكم، دي حلوة. خلوني افتح لكم اياها افرجيكم اياها، هيك بتجي لها تحكم. اعطيني امتى يا عم بالبطارية، بدها بطارية، روح جيب لها بطارية. اما شام جبت لها باربي لانه بعرفها بتحب الباربي، فجبت لها ثلاث باربيات هن حوريات بحر لانه شام بتحب السمك والحوريات البحر. هي لك شام، حلوة؟ حبيتيها؟ يلا عمنو. صباح الخير، يوم جديد بعد ما صلي وقت فايقة، قلت لأجي على المطبخ لأشرب النسكافيه تبعيتي، بس اليوم رح أعمل طريقة النسكافيه بطريقة جديدة، فإذا بدكم بتحبوا كمان هيك تغيروا عن النسكافيه العادي جربوا هذا النسكافيه الطيب بالشتاء. مثل ما كنتم شايفين أول شي سخنت الحليب ما غليته لأنه إذا غليته بيحترق بهاي الركوة، بعدين حطيت معلقة نسكافيه، بحط 3-4-5 حبات شوكولاتة، الشوكولاتة هي سودة بتجي مرة مانا حلوة، فمشان هيك بدي إضافة سكر. هون بحط شوية مي سخنة يعني حوالي معلقة-معلقتين، بحركهم منيح منيح، وهون بتدوب الشوكولاتة والنسكافيه
بيعطوا طعم مع بعض كتير طيب على فكرة. وبعدين هون عندي هاي الأداة اللي حكيت لكم عنها من قبل، هي الخفاقة. بجيب الحليب بعد ما سخنته، بحط كمان عليه سكر، هذا سكر سكرين، بحطوا أي سكر بس أنا بحط منه. فهون ببلش أخفقه وبيطلع معنا رغوة، عن جد كتير منيحة هاي، كتير يعني بستفيد منها بكتير شغلات، فبنصحكم فيها. كانت نازلة بعروض البي من بارحة، من يومين ما بعرف ايمت. فهلا بعد ما هيك خلصت ببلش اسكب الحليب فوق نسكافيه والشوكولا. هلا عم انتظر تجاربكم كلها على الفيس وعلى الانستغرام، ما شاء الله كتير منكم عم يجرب وصفات وشغلات كتير عم تطلع معه، يعني كتير حلوة، برافو عليكم على جد، كتير عم بنبسط لما بشوف هيك شيء. هلا اخر شيء بحط هيك على وشها هيك رغوة الحليب عشان يطلع هذا اللون الحلو. لما بقعد هيك اشرب النسكافيه لاروق الصبح، ببلش اول شيء افتحه اليوتيوب لارد على تعليقاتكم. صراحة بحب كتير الصبح انه ارد على التعليقات، بكون هيك فايقة مروقة وهيك حابة انه ارد واشوف التعليقات وكذا، باخذ طاقة ايجابية صراحة من تعليقاتكم كتيرة، فبيصير عندي نشاط وحيوية لاصور اكتر واعمل اكتر. فكنت هون قاعدة وقلت لحالي لأرد على التعليقات، وبعدين بدي روح على غرفة النوم الأولاد لأزبطها. هلأ جينا على كتير شغلة مهمة. أنا غرفة الأولاد لما سويت حفلة عيد ميلاد عمر اكتشفت إنه فيها غلط كبير، ما عم بعرف شو هو. طلعت هيك قلت إنه الغرفة ما شاء الله فيها شباك كتير طويل وفيه منظر كتير حلو، بس رايح مسكر خالص. فقلت لحالي الخوطة مكانهم غلط 100%. تاني شي شفتوا انتوا قبل انه حاولت اشتري لهم مثلا وجوه الحاف وهيك وجوه شلفة جديدة هيك على الشتاء، ما لقيت لهم اللون الاصفر والرمادي اللي بدي اياه. انا كنت عم بتفرج على ترنديول، فسبحان الله طلع معي هذا الوجوه الحاف، وبيجي معه الحاف وشرشف ووجه مخدة، بيجي على شكل قطة، احلى من اللي جايبتهم قبل حسيته، لانه انا بحب هيك يكونوا فيه رسمة بسيطة بس سادة، لانه بيعطوا جمالية اكتر لغرفة الاولاد، فكان كتير عجبني فكتير ظابط. صحيح انه الشراشف مالهم مطاط اذا لاحظتوا، بس تخوطة ولادي مو الى حواف فبيزبط 100%، فما بتعذب فيهم. انا عندي الحافات من بيتي القديم يعني لغرف الاولاد اشتريت لهم اياهم، بس ما عندي وجوه الحافات حلوة، فهدول اشتريتهم من ترنديول. هلا انا ما راح احكي السعر، حط لكم صندوق الوصف الرابط، لانه ترنديول مع الاسف كل يوم عم بيتغير السعر بسبب ارتفاع الدولار، فانا مثلا ممكن اشتريتهم بسعر وانتم تجوا تفوتوا على رابط سعر تاني، فانا راح احط لكم الروابط بصندوق الوصف كل شيء. هلا انا بدي اغير غرفه الاولاد تغيير جذري، حتى صراحه انا من اول ما جيت على البيت كنت مشتهي هاي المرجوحه هيك لحال، فكتير كنت اقله لزوجي بدي اجيب منها. قال لي زوجي انه البيت صغير، انتو ممكن ما منتبهين انه البيت صغير وفيه عفش، فقال لي ما في مكان توسع. فانا شو قلت لحالي، قلت ما في غير غرفة الاولاد بتوسع، انه لازم وسع بدي اياها، لانه انا كتير بحبها، يعني بروح احيانا على كافيه بباجا ميدان المكان ما بروح بلعب الاولاد، بقعد عليها عن جد كتير يعني ترتاح نفسيتكم، بروح كل الستريس اللي بشع عندكم، فانا كتير حاببتها. فجبتها هون اذا لاحظتوا بالفيديو، بس انا ما بعرف ركبها، بدي انتظر زوجي يركبها. ان شاء الله بالفيديو الجاي بتشوفوا التغييرات اكثر. انا هون بلشت بس مديت الشلفات، وبعدين كنست الاراضي وحولت الطخت وحولت الخزانه من مكانها. حبيت انه اغير يعني اغير موديل الغرفة كاملا، لانه في شغلات لسه كمان ما وصلتني من ترنديول طالبتها انا، مثل حابة اجيب لهم شنفريرة ومراي لغرفتهم، ما في مراي بغرفتهم اذا لاحظتوا، يعني الاولاد محتاجين انه يكون في مراي بغرفتهم وشنفريرة فما فيها، فانا كمان وصيت عليهم. ان شاء الله الفيديو الجاي رح تشوفوا كل هدول.
فتت على المطبخ لأبلش غدا. رح أعمل يوم أكل كتير مشهور عند الأتراك ومشهور عنا نحن كسوريين، مثلا الشوام سموها منزلة الباذنجان، ونحن أهل حلب أنا هيك بعرف إنه بسموها مسقعة الباذنجان. فأنتوا كمان قولوا لي بالدول اللي أنتوا عايشينها إنه بتعرفوها الأكلة، هلأ رح تشوفوها معي. هي طيبة كتير ولذيذة على فكرة، هي كتير كويسة للي بيعمل دايت، كتير منيحة لإلك، وكمان يلي بيعمل كيتو بيقدر ياكلها هاي الأكلة، فعن جد ظريفة. بعد ما غسلت الباذنجان بقشره للباذنجان هيك حزوز حزوز. هلا في ناس ما بحبوا قشروه، بس انا بقشره لانه الجلدة بتجي قاسية الباذنجان وبيطلع كشكل وطعم اطيب. فانتوا اذا ما بدكم تقشروه بتقدروا يعني على كيفكم، هي حرية شخصية يعني حسب ما بتحبوا. هلا بعد ما قشرتها بجيب السكينة وبفتح هيك فتحة بالنص ببطنها، بس ما بفتحها فتحة للنهاية، لا بس هيك شوي مثل ما كنتوا شايفين. هلا بعد ما اعمل كلياتهم هون بجيب الزيت. هلا انا زيت النباتي عندي هو زيت الجوز، هذا هو بتسألوني عنه، هذا زيت الجوز، زيت كتير منيح يلي عم بيعمل دايت، استخدموه دائما باكلكم. هذا ما مثل الزيت الدوار الشمس او هذوك، لا هذا مختلف يعني صحي. هلا هي العلبة أنا بشتريها من ماركة الفيليبس، أكيد موجودة بغير ماركات. بعد ما دهنتها بالزيت كلها هون أنا بدخلها على الفرن درجة حرارة 200 أو 250 من فوق وتحت، مشان فورا تنقلها. بدل ما تقلوها بالزيت بتقلوها هيك بطريقة صحية وبتقدروا تأكلوها. حطينا كمية زيت حوالي معلقة على فكرة. هون أنا طالعت اللحمة مشان ادوبها، لانه نسيت انه ماني مطالع اللحمه، فبدوبها عن طريق الميكروويف. هلا في صبايا بيقولوا لي انه الميكروويف لا مضر، لا ما انه مضر لا هو ولا القلاية الهوائيه. بعد ما حطيت الباذنجان بالفرن لازم اعمل الحشوة يلي بدنا نحشي فيها الباذنجان. فاول شي هون كنت مقطعة بصلتين مثل ما شفتوا ناعم، بعدين بضيف عليها السمنة الحيوانية لانها احسن من النباتية اكيد اكتيتكم بيعرف. بعدين هون بننتظر لحتى يدوب البصل ويصير لونه الاشقر او الذهبي، بعدين بنبلش نضيف الشغلات تدريجيا. بعد ما يصير اللون الذهبي والاشقر بدنا اياه بنضيف اللحمة. انا بجيب لحمة مدهنة لانها اطيب كتير بالاكل، يعني خصوصا هاي الاكلة اطيب المدهنة من المانا مدهنة. صبايا من فترة كنت عم بقرأ مقالة، انه هاي المقالة بتقول انه لما بتطبخوا من دون كفوف بتحسوا بطاقة ايجابية وسعادة، وبتشعروا بكل شغلة عم بتمدوا ايدكم عليها، فبتعطيكم متعة بالطبخ وبتحبوا الطبخ اكتر. هلا انا كتير بحب الطبخ وبستمتع فيه لما بطبخ، بس صرت اقول لحالي رح اجرب هذا الشيء، لانه انا بلبس كفوف مشان القشة، مشان المي، مشان ما يتحسسوا ايداي، عشان يضلوا مثل ما انكم شايفين ناعمين، لانه هذا كله عن طريق الجو بتغير. هلا بعد ما استوت اللحمة بلشت اضيف البندورة والفليفلة الحمراء والخضراء. إذا لاحظتوا صبايا أنا كل شوي بضيف لها مي إذا شفتها محتاجة مي. بعدين هون حطيت معلقة دبس بندورة ومعلقة دبس فليفلة، بعدين بحركها مع بعض وبرجع بضيف لها مي إذا محتاجة. شفتوا إنه لما بتحطوا دبس بندورة ودبس فليفلة بتحتاج مي إجباري، وخصوصا البندورة هاي بندورة ما أنا مستوية فما بتفقي مي، لما بتكونوا مستوية بتفقي مي أكتر. هلا رح أحط البهارات. أول شي بحطه هو البابريكا، يعني فليفلة حمراء، يا يعني إما بتحبوها حدي
يا أما حلوة. أنا بحطها حلوة لأنه عندي أطفال مشان أطفالي. وبحط فلفل أسود، هذا هو الفلفل الأسود، بحط كمية يعني معلقة صغيرة. وبحط البهار، هذا البهار الحلبي اسمه، بيجي عبارة عن 7 مكونات. بعدين بضيف آخر الشي هو الملح، بس هذا هو. والملح حسب الرغبة يعني، حسب ما انتو بتحبوه وبتدوقوه كمان تبين معكم اكتر. هلأ هيك يعني قربنا نخلص من الحشوة، نحن الباذنجان طالعنا، الحشوة صارت جاهزة، رح تخلص طبختنا يعني. في كتير صبايا بيسألوني لما بتطبخي وين ولادك؟ هلا عمر ما بيتركني، دائما بيكون جنبي بالمطبخ. هلا هون الباذنجان بنفتح مكان ما عملنا هاي الفتحة، وبنكبس هيك بالمعلقة عشان ترتخى الباذنجان وتفتح هيك. هذا طلع معي شكل قلب، سبحان الله، كتير انصدمت شلون زبط معي شكل قلب، فكتير حبيته. بعدين هون خلص الحشوة كانت مستوية، حتى لو هي وسخنة بتحطوها يعني، هي وسخنة ما أنا هي وباردة، فأنا هلا عم بحطها. شايفين بحط على كل باذنجانة لحمة، هلأ حسب ما بتكون الكمية، بس بتكون الكمية منيحة. آخر الشي هون حاطة معلقة دبس بندورة ومعلقة صغيرة دبس فليفلة، برجع بضيف كمان فليفلة حمراء أو بابريكا يلي بتحبوا انتو. ما بقى ينزل صراحة هيك علق. بعدين ضفت كمان فلفل أسود، وبضيف كمان بهار، واخر الشيء كمان نضيف الملح حسب الرغبه يعني. هي الشيء اللي عم نعمله، عم نعمل صوص او مرقه بنقله للباذنجان، لانه نرجع نحطه بالفرن يعني. هلا انا محميه الفرن على درجه حراره 200 من فوق وتحت. هلا اخر الشيء بضيف المي، بتحبوا تكونها سخنه اما فاتره يعني، يفضل انه تكونها سخنه مشان يدوبوا المكونات مع بعضهم. هلا رح ادخلها على الفرن مثل ما كن شايفين 10 دقائق بس، بدها هي بس بدها تتنكه من بعضها وبس يعني، ما بدنا اياها كتير تضل بالفرن لانه كل شيء مستوي. هلا قلت رح اعمل سلطه الخس بالجبنه. اول شيء مثل ما كن شايفين كنت فارمه الخس، حطيت الخس، بعدين ضفت فوقه البندوره والخيار، مقطعتهم كلهم هيك قطع خشنه لانه بيتاكلوا بالشوكه. بعدين برجع بضيف كمان الخس، كمان برجع بالاخير بضيف البندوره والخيار. واذا بتحبوا انتم كمان تحركوها هيك كمان بتقدروا قبل ما تضيفوا اي مكونات. وهون بكون جايبه نوعيه من الجبنه الخصيصة لهي السلطه، هاي الجبنه بجيبها من ماركت ميجروز، تجي هيك هي بتنحط فوق السلطه، كتير طيب كتير لذيذه. يعني جربوها عن جد، خصوصا مع الجبنة يعني لها طعم مختلف عن طعم السلطات العادية. بعد ما اضيف الجبنة بضيف كمية صغيرة يعني، هي الكمية الجبنة المشترية يعني بتعمل كتير سلطة، فبضيف كمية صغيرة حوالي يعني معلقتين جبنة. بعد ما اضيفها بلش يا اما بترشوا هيك يعني، انتو اذا بتحبوا ترشوا هيك على وشها ملح، ليمون كذا. لا انا حبيت بزبدية مثل ما كنتم شايفين، حاطة فيها ليمون وزيت زيتون، حركتهم مع بعض وحطيت لها ملح وحركتها منيح، وبعدين ضفتها فوقها. اخر شيء بضيف الدبس الرمان هيك على الوش وبتتقدم، كتير طيبة، بقدموها بالمطاعم كتير عنا بتركيا، اكيد في منكم كتير بيعرفها. انا كل شوي بحاول اضب اي جليات تطلع معي، في احيانا مثل هاي الطواية ما بتنحط بالجلاية فلازم اجليها، فبجليها وبنشفها وبرجع لمكانها مشان ما يتراكم علي الجلي ويصير المجلى كله مليان اكل وغراض وبده جلي. هاي
هاي الأكلة جنبها كتير طيب، لبن بخيار، كنت فارمة خيار، يا أما بنفرمه يا أما بنبشره اللي بتحبوه. بعدين هون دقة توم، حطيت شوية مي ونزلت التوم والمي، بعدين نضيف اللبن مثل ما كن شايفين، ونضيف لا الملح كمان، الملح يعني بندوقوه حسب الرغبة. وبعدين بنضيف النعناع، النعناع اليابس اللي هلأ أنا بحطه، بعدين بنحركها مع بعض بتطلع معنا سلطة الخيار، أو نحن بنقولها لبن بخيار نحن. من التعب صبايا انتبهت على حالي انه لابسه المريوله وانا قاعده، فرطت من الضحك لما ما كنت عم منتج الفيديو، هلا عم شوف حالي وانا قاعده لابسه المريوله. كتير حبوا الاكله ويعني اكلنا كتير، يعني منيح اكلنا لانه عن جد طيبه كتير ولذيذه، بنصحكم تجربوها. والله اكله ملوكيه جد، اكله غريبه طالعه. شكلي حنفية الشعب، يلا خذي بشكي، خذي بشكي نشفي. انا بعد الغداء بحس انه خلصت مهمتي بالشغل، وانه ما بقي لي شيء غير انه ضب الجليات، وما بيخلص الشغل صراحه. بعد ما اضب شفتوا الصحون بدي ارجع كنس البيت كله وارجع الم واضب الجليات بالجلايه. الحمد لله خلصت اليوم مهمتي، ان شاء الله تكونكم انبسطتوا بالفيديو وحبيتوه. اذا حبيتوه وصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك، بشوفكم فيديو جديد، هلا بقول لكم سلام.